بسم الله الرحمن الرحيم. لا بعدني بس ده اسوي شو اسمه الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى الأئمة من ولدك، السلام عليك يا وصي أمير المؤمنين، السلام عليك أيها الصديق الشهيد، السلام عليكم يا ملائكة الله المقيمين في هذا المقام الشريف، السلام عليكم يا ملائكة ربي المحدقين بقبر الحسين عليه السلام، السلام عليكم مني أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، السلام عليكم يا ملائكة رب المحدقين بقبر الحسين عليه السلام، السلام عليكم مني أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم والموالي لوليكم والمعادي لعدوكم قصد حرمك واستجار بمشهدك وتقرب إليك بقصدك، أدخل يا رسول الله، أدخل يا سيد الوصيين، أدخل يا فاطمة سيدة نساء العالمين، أدخل يا مولاي يا أبا عبد الله، أدخل يا مولاي يا ابن رسول الله. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي هداني لولايتك وخصني بزيارتك وسهل لي قصدك. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله،
السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك. يا مولاي يا مولاي يا أبا عبد الله، قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لدي أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة.
زيارة علي بن الحسين عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا ولي الله وابن وليه، لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين. فلعن الله أمة قتلتك، وأبرأ إلى الله وإليك منهم. زيارة الشهداء عليهم السلام. السلام عليكم يا أولياء الله وأحبائه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزاً عظيماً، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة حبيب ابن مظاهر الأسدي عليه السلام. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة الزهراء والحسن والحسين، أشهد أنك جاهدت في سبيل الله ونصرت الحسين ابن بنت رسول الله، وواسيت بنفسك وبذلت مهجتك، فعليك من الله السلام التام. السلام عليك أيها القمر الزاهر، السلام عليك يا حبيب ابن مظاهر الأسدي، ورحمة الله وبركاته. زيارة السيد إبراهيم المجاب عليه السلام. السلام عليك أيها السيد الزكي الطاهر الولي والداعي الحفي، أشهد أنك قلت حقا ونطقت صدقا وحقا، ونطقت حقا وصدقا، ودعوت إلى مولاي ومولاك علانية وسرا، فاز متبعوك ونجا مصدقوك، وخاب خسر مكذبوك المتخلف عنك والمتخلف عنك. اشهد لي بهذه الشهادة عندك
لأكون من الفائزين بمعرفتك وطاعتك وتصديقك واتباعك. والسلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا سيد إبراهيم المجاب ابن محمد العابد ابن الإمام موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. جينا نبايعك هالليلة مهدينا جينا نبايعك يا حجة الباري يا روح البتول وقرة انظاري إلك يا ابن الحسن هذا الفرح ساري علمتون الفرح نشار جنحان كربلاء كربلاء بيك القباب الزاهيات بنور الحسين وعضيده منورات شلون نورين بسمائك مشرقات حسين والعباس شمعة عيني عالعهد وياك نبقى ثابتين يا منار المجد يا أرض الحسين من شرايف طيبك وحبك راضعين يشرفني اسمك انت ويكفيني نقول عيون القبتك يا حسين تربة تربة وعلى دربك اجيال اجيال